همسات تتلو همسات، كلمات تقفو كلمات، وعلوم تلقى بحياة وتبدد عنا الظلمات. همسات 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 تتلو همسات، همسات تتلو همسات، لعطاء ينهوك نبات، لنفوس تسمو بثبات، وطموح عالي درجات. بسم الله الرحمن الرحيم. المجد فيك حضارة وأمان، فلك التحية والسلام عمان. تاريخك الأمجاد حين قرأته زاد اليقين لدي والإيمان. من عبق تاريخ عمان المجيد ونسمات طبيعتها الخلابة، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم همسات. همسات همسات همسات. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة سعينا أن نوثق لكم بعض المشاريع السياحية الذاتية التي شيدت بسواعد عمانية مخلصة، وسنستعرض سويا ثلاث محطات سياحية متفردة. المحطة الأولى بيت الصفاه بولاية الحمراء، المحطة الثانية منتجع الصقلة بنيابة الأشخرة، المحطة الثالثة مع مؤسسة الغيداق لبيع وتأجير مستلزمات الرحلات. فنرجو أن تقضوا معنا أجمل الأوقات. همسات 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 تتلو همسات. السلطنة تزهر بعاد من المقومات السياحية التي أهلتها أن تكون أفضل الوجهات السياحية في منطقة شبه الجزيرة العربية، ومنها موقعها الاستراتيجي الجغرافي المتفرد، تاريخها العريق، التنوع البيئي الذي تملكه، المناخ المتميز، الموروث الشعبي، وأخيرا الاستقرار الأمني والسياسي في البلاد. توقعت السلطنة أن يزداد عدد السياح الوافدين إليها خلال عام 2016 إلى 1.5 مليون مقارنة بمليونين في عام 2015، حيث يمثل قطاع السياحة نسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إن كان ما يمثل 2.2 خلال عام 2014. في الوقفة التالية نشاهد آراء بعض المواطنين عن قطاع السياحة بالسلطنة. من ضمن المشاريع اللي طبعا أحس أنها راح تثري السياحة الداخلية أيضا والسياحة الخارجية، ليش ما نعمل قرية ثلجية متكاملة الأجزاء، متكاملة الأنشطة، مثلا يكون فيها مثلا تزلج للأطفال والكبار، تكون فيها قاعة مخصصة للنساء وقاعة مخصصة للرجال، تكون فيها مثلا ألعاب ترفيهية أيضا. يعني هي القرية الثلجية تصلح لموسم الشتاء وموسم الصيف، يعني ما أن نحن في عمان عندنا شتاء كثير، فبتكون يعني تعمل اللي هو فارق ترفيهي في المشاريع السياحية الأخرى. قطاع السياحة يجب أن الاهتمام بالبنية التحتية والاهتمام باحتياجات السائح، أو الشيء اللي يحتاج السائح أنه يكون يعني مرتاح خلال زيارته لهذه الأماكن، مثل تسهيل سبل، يعني تسهيل سبل الوصول إلى هناك مثل الطرق وغيرها، والاهتمام بإنشاء مرفقات يعني لترفيه السائح وأيضا يعني تعمل على راحته. قطاع السياحة في عمان يعني في تطور وتحسن في هذه الفترة، وإن شاء الله يكون في المستقبل له دور كبير في يساهم في اقتصاد الدولة. همسات 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 تتلو همسات. بيت الصفاه بولاية الحمراء أولى محطاتنا في هذه الحلقة. يقع بيت الصفاه في الحارة القديمة بجوار مسجد الصلف، وهو بيت بني بالطين في زمن اليعاربة قبل 400 عام. يتميز بتعدد الطوابقة وارتفاع بنيانه والزخارف والنقوش الموجودة على أسقفه. حاليا تم تحويله إلى مزار سياحي فريد من نوعه في السلطنة، الذي يعكس التراث والحياة الحية بطبيعتها العمانية القديمة. التفاصيل في الوقفة التالية. معنا الفاضل
عمران بن محسن العبري، هو أحد المرشدين السياحيين في بيت الصفاء الأثري. أخي عمران، أسألك في البداية عن بداية فكرتكم لهذا المعلم السياحي. في الحقيقة مثل ما تعلم المشاريع السياحية ما تبدأ من فكرة مباشرة، احنا كانت لدينا رؤية من السابق لإثراء وتنويع نوع آخر من السياحة العمانية ولإضافة نوع جديد إلى خارطة السياحة العمانية. احنا جئنا واخترنا هذا المكان بناء على أساسات وبناء على مخططات. طبعا هذا المنزل ما لا يخفى عليك أنه هذا المنزل له تاريخيا مكان قيادي ومكان سياسي ومكان مهم، ولديه المكان هذا البيت فيه طابع عمراني جميل. وهذا السبب احنا أخذنا هذا المكان وبدأنا فيه المشروع. جميل جميل. ما طبيعة الخدمات اللي تقدموها للسائح الزائر لهذا البيت الأثري؟ السائح راح يحظى بخدمتين طبعا. في خدمة انه وجبة غداء مع سياحة او اخذه في جولة في انحاء المنزل، في خدمة اللي هي العادية اللي احنا نقوم باخذه بجولة في ارجاء المنزل، اروقة من مثل غرف النوم وغرفة الضيافة والمطبخ والاروقة السفلية والاروقة العلوية. طبعا هذه الجولة يتخللها فاصل ياخذ فيه وجبة خفيفة لاستكمال الجولة. جميل جميل. نريد نعرف المشاهد الكريم عن أبرز التحديات اللي واجهتوها في هذا يعني إقامة هذا المعلم التراثي بهذه الصورة الحالية. أنت تعلم أنه ما في مشروع يقوم بدون أي صعوبات. صحيح. وهذا أمر في الواقع. احنا صعوباتنا انه الشركات السياحيه لا تعلم بوجود هذا المكان حاليا. الشركات قليله طبعا اللي تعلم، حتى المواطنين العمانيين قد يكون بعض منهم ليس لديهم فكره عن انه والله هذا المنزل قائم ومنزل تراثي. فهذا بالفعل تحدي. التحدي الثاني هو المحافظه على قيام هذا المنزل انه يكون امن، والمحافظه على الاماكن فيه وبالعناية بالموظفين فيه. كلمات تتلوها مساء، كلمات تقفو كلمات، وعلوم ترقى بحياة وتبدد عنا الظلمات. همسا 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 تتلوها مساء. تركيبة بيت الصفاء، بيت الصفاء طبعا يتكون من طابقين، الطابق السفلي والطابق العلوي، وهو ينقسم إلى قسمين، القسم الأمامي والقسم الخلفي. في القسم الأمامي الطابق السفلي يستخدم للمخازن وللطبخ، أما القسم الخلفي الطابق السفلي يستخدم لإيواء الحيوانات. طبعا توجد 4 درج تؤدي من الطابق السفلي إلى الطابق العلوي، منها عدد 2 درج في القسم الأمامي وعدد 2 درج في القسم الخلفي. في الطابق الثاني يستخدم لأصحاب المنزل، توجد به غرف نوم والمعيشة لأصحاب المنزل. أيضا هنا عندنا بعض الأدوات التراثية، مثلا عندي هنا المكواة. هذا المكواة الأثرية طريقة استخدامها أنها تعبى بالقمر أو الفحم، تسكر بهذه الطريقة ثم تسكر أيضا وتقوم بعملية الكوي الملابس. وجدنا هنا عندي هذه الكاميرا، الكاميرا القديمة، طريقة استخدامها بهذه الطريقة ثم تقلب الصورة اللي بعدها، يعني تحفة جميلة، عمرها تقريبا حوالي 40 عام. هنا عندي أيضا من الأشياء اللي هي لفتت انتباهي الحذاء، حذاء للنساء، تلبس النساء حذاء خشبي تكون مقدمة القدم هنا عندك، ويكون بهذه الطريقة وبهذا الشكل. أيضا أشياء نادرة التي لفتت انتباهي. هذا يا أعزائي المشاهدين بعض الأشياء، وبيت الصفاء الأثري يعني يزخر بالعديد والعديد من الأشياء التراثية. همسات 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 تتلو همسات. المحطة التالية منتجع الصقلة بنيابة الأشخرة، يبعد حوالي 350 كيلومتر تقريبا من محافظة مسقط، وهو منتجع سياحي بطابع تراثي بني من مواد طبيعية صديقة للبيئة من العمارة العمانية القديمة.
الفاضل مبارك بن سعيد الغيلاني صاحب المشروع يروي لنا قصة نجاحه وتحول هذا المنتجع من مشروع تخرج في جامعة السلطان قابوس إلى حقيقة على أرض الواقع. منتجع الصقلة كان حلم منذ الطفولة. نعم. لما دخلت جامعة السلطان قابوس تخصصت في مجال السياحة. نعم. وكان مطلوب علينا مشروع تخرج. فجاتني الفكرة لماذا ما يكون مشروع تخرجي هو عبارة عن منتجع في الصقلة. منتجع سياحي. أي منتجع سياحي يكون. نعم. في الصقلة. نعم. فذهبت إلى الدكتور وسألته قلت ممكن أني أكون أنا مفرد وحدي في مشروع التخرج على أساس أني أنفذ فكرة مشروع على أرض الواقع. نعم. فالدكتور عملني بنوع من الـ يعني ما مصدق أن في طالب يريد ينفذ مشروع على أرض الواقع. فقلت له دكتور أنا إن شاء الله مستعد أني أنفذه. نعم. وراح تزورني. نعم. فقال لي إذا كذا أنا بوقف معك. جميل. فطلب من إدارة الكلية أنهم يكون أنا وحدي في المشروع التخرج. فبدأت الفكرة من هناك وبدأت أشتغل على المشروع خلال سنة التخرج. ولله الحمد فحصلت على رسالة تزكية من الجامعة. وكانت الفكرة في الدراسة حصلت على امتياز في الدراسة بخصوص المشروع الحمد لله. فكان المشروع بدأت فكرته من هنا. أيوة. بدأت قصته من هنا. بعدين بدأت قصة أخرى. نعم. اللي هي قصة الإجراءات والحصول على الأرض وما إلى ذلك عشان يكون على أرض الواقع. علشان يكون المشروع على أرض الواقع. نعم. فهذه القصة طولت شوي لكن الحمد لله رب العالمين انتهت وبدأت قصة أخرى أو قصة ثالثة اللي هي قصة الحصول على التمويل للمشروع. نعم. فواجهت صعوبات لكن انحلت الصعوبات. نعم. ونفذت المشروع والحمد لله. جميل جميل أخي مبارك. وحنرى الحين يعني هذا المشروع على أرض الواقع نفتخر. الشيء الآخر اللي عجبني ولفت انتباهي هو موقع المشروع. يعني البحر يلامس المنتجع من ثلاث جهات. يعني الشيء الآخر النموذج اللي هو الطابع التراثي على المنتجع. فأريد أسألك عن خارطة المكانية للغرف الموجودة ولأجزاء المنتجع وأيضا المواد المستخدمة في البناء. والله بالفعل مثل ما أسلفت هو الموقع ساعدنا كثير على تنفيذ الخارطة على الشكل الحالي. نعم. فلما بديت لابد من الغرف أنها تكون معظمها مطلة على البحر. فنفذت بديت أخطط وأرسم وأعيد وأكرر على أساس أن يكون الغرف مطلة على البحر. فطلعت بنتيجة أن الغرف تكون على شكل حرف أم بكون البحر مطلع على المشروع من ثلاث جوانب. جميل. ففي هذه الحالة أوضع بصمة شخصية في المشروع. نعم. وأيضا تكون جميع الغرف مطلة على البحر. نعم. فعمل المواد المستخدمة في المشروع هي مثل ما أنت تشوف حجر. وهذه الفكرة مأخوذة من المباني المحيطة والموجودة في المنطقة اللي هي عمرها تجاوز 40 سنة وزيادة وما زالت مقاومة الملوحة ومقاومة التغيرات الطقس المناخية. نعم. فالمواد المكونة المتكون منها المشروع هي عبارة عن الحجر. نعم. وسعف النخيل وأيضا اللي هو الزور الدعون. نعم. السعف. السعف. نعم. نعم. بالإضافة إلى جذوع النخيل. جميل. أيوة. والأخشاب الكهربائية هذه كأعمدة بيمات. جميل. نعم. إحنا يعني أكيد أن لكل عمل هو فيه تحديات صادفتك يعني. وأيضا عندما نذكر التحديات هو أيضا لكي نحفز الشباب أن أي عمل هو صادف يعني في مشواره في تحديات. ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك وكيف قدرت تتغلب عليها؟ والله التحديات كثيرة لكن مثل ما أسلفت يعني التحديات كانت في البداية في الحصول على الأرض في المكان اللي أنا أريده بالضبط. نعم. إنزين. بالإضافة إلى ذلك كان في تحدي صعب أيضا لكن في تمويل الحصول على تمويل للمشروع. نعم. إنزين. لكن الحمد لله رب العالمين بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تسهيل الإجراءات من بعض الجهات الحكومية. نعم. حصلت على التمويل ونفذت المشروع. الحمد لله الحمد لله. كلمة أخيرة للشباب العماني الطموح الذي أيضا يريد أن يفكر في أيضا مشاريع سياحية مثل هذه المشاريع. والله في البداية أحب أقول للشباب العماني ما في شيء سهل. نعم. إذا تريد تنفذ مشروع أو تريد تنفذ فكرة لابد أن تتحلى بثلاث صفات. نعم.
اللي هي الصبر نعم والاجتهاد والإصرار. جميل جميل. فتريد تنفذ مشروع لابد أنك تصبر، تصبر وتتوسع وتوسع بالك وتعطي متسع من الوقت. صحيح. لأن الموضوع أنت ما سهل أنك تبدأ من الصفر أو تبدأ من مرحلة فوق الصفر نعم لحد ما توصل تنفذ فكرة. صحيح. موضوع ما سهل. صحيح. الشيء الثاني لابد أن يكون معك إصرار على تنفيذ هذه الفكرة. جميل. ممكن تفشل مرة نعم نعيد مرة ثانية كرر ثالثة ورابعة كرر اسعى اجتهد نعم. حاول ابحث عن حلول لحد ما توصل لحد ما توصل إلى الهدف. للهدف. تمتاز الخدمات السياحية بمجموعة من الخصائص الكلاسيكية الحديثة التي تميزها عن باقي الخدمات الأخرى والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقديم الخدمات السياحية، وهذه الخصائص تمثل ركيزة أساسية في تنمية النشاط السياحي. شركة الغيداق لتأجير لوازم الرحلات هي إحدى هذه النماذج المتميزة التي تقدم عاداً من الخدمات السياحية داخل السلطنة. نتابع سوياً. بداية المشروع هي هواية للرحلات بديت فيها قبل تقريباً عشرات السنوات قبل. ما شاء الله. تطورت في 2012 أسست فريق لسيارات الجيب، فقمت نطلع رحلات ونظم لفرق وكذا، والحمد لله رب العالمين صارت الناس تستعين فيني في رحلات وفي الأدوات اللي أنا أمتلكها. نعم. فصارت الهواية إلى مشروع يعني إن أرد منه مكسب، فتفرغت لهذا المشروع والحمد لله رب العالمين. يعني إذا امتزجت الهواية مع العمل راح تحقق فيها أهداف. نعم. إذا هي كان في البداية يعني عبارة عن هواية ثم طورتها شيئا فشيئا. نعم. إلى أن أصبحت مشروع على واقع الأرض. الحمد لله. نعم. أخي سالم، حدثنا أيضا عن الخدمات اللي تقدمونها. الخدمات التي نوفرها طبعا هي بيع وتأجير لوازم الرحلات. طبعا لوازم الرحلات كثيرة وتتجدد وتتطور على الفترات. الأدوات اللي موجودة احنا حاليا معانا الخيام، الكرفانات، تكرم دورات المياه المتنقلة، لأن كثير من الناس تعاني لما تطلع رحلات أو مكان لتخييم من نقص دورات المياه وكذا. عندنا مولدات الكهرباء والكشافات، الأسرة، عندنا الكراسي، عندنا الجلسات العربية، المظلات، كل هذه متوفرة يعني بعض. كامل مستلزمات الرحلة. نعم. ونزيد بعد في أشياء ترفيهية. جميل. مثل جميل. الأطفال الدراجات النارية، الألعاب، كرة الطائرة، النطاطات، هذه تضفي شوية نوع من الجمال في. صح. إذن هي رحلة سياحية متكاملة. نعم. بكافة هذا. يعني خدماتها. نعم. هل أنتم مقتصرين فقط على محافظة مسقط أم في جميع محافظات السلطنة؟ هو الحقيقة لا، نحن عاملين على حسب طلب الزبون. إذا الزبون حب إنه يسوي مخيم في أي مكان نحن مستعدين. جميل. أي نعم. جميل جميل. أخي سالم، يعني نريد منك كلمة أخيرة بعد ما شفنا ما شاء الله هذا التميز، مثلا هاي الكرفان الحين توحي اللي احنا فيها يعني فخمة راقية بها العديد من الخدمات، أسرة، كل حاجة متوفر فيها الذي يعني يتطلبه السائح. نريد منك كلمة توجهها للشباب المقبلين على هذا القطاع. الشباب المقبلين على قطاع السياحة أو قطاع الأعمال اللي هي اللي عنده هواية يجب أن ينميها، سواء كانت لمشروع أو له خاصة يعني. وكذلك إذا كان عنده مشروع فلا يأس. نعم. أنه يطمح للأكثر أو يطمح لنشر، يعني يحاول يعني اللي اليوم يجمعهم بكرة يحاول يحصل ضعفهم. صحيح. فكل ما تمضي الأيام راح أنه يشوف أنه أنجز أشياء كثيرة، أما أنه يبقى يفكر ليش أنا سويت كذا وأنا خسرت وأنا سويت، فما قائم يسوي. صحيح. يعني الأمر هو محتاج إلى صبر وإلى مثابرة. نعم. فعلا السلطنة تتميز بتنوع أنواع مختلفة متباينة من السياحة. هناك السياحة التاريخية تضم قلاع وحصون وغيرها، عندك السياحة الشواطئ التي يبلغ طولها 3165 كيلومتر، عندنا أيضا السياحة الأثرية، الأماكن الأثرية الموجودة في عمان كثيرة مثل بات، البليد وغيرها، عندنا أيضا سياحة الرمال، رمال بدية، رمال بوشر، رمال الوهيبة وغيرها، كذلك موجودة سياحة المعارض والمهرجانات، وأخيرا سياحة خريف صلالة بجوها المعتدل الملبد بالغيوم والرذاذ. أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى فقرة صدى الهمسات، جمعت لكم عادا منها. الهمسة الأولى
علينا الاهتمام أكثر بقطاع السياحة قطاع استثماري، ولكن بما يتلائم مع قيمنا وعاداتنا وتراثنا في المجتمع العماني. ثانيا، دعوة الشباب إلى الابتكار في مشاريع سياحية جديدة ذات عائد وتوفر قيمة مضافة لقطاع السياحة. ثالثا، إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف إلى استثمار الطبيعة العمانية بمفرداتها المتنوعة والفريدة. الهمسة الأخيرة، إن علينا الاهتمام أكثر بالخدمات السياحية التي تقدم للزائر وفقا لطبيعة المنطقة السياحية. مثلا، الجبل الأخضر أو جبال ولاية صلالة بحاجة إلى مشروع تلفريك. عندنا أيضا في السلطنة شواطئ طويلة وجميلة بحاجة إلى استثمارها بالخدمات السياحية المتنوعة. أعزائي المشاهدين، هذه بعض الهمسات التي أحببنا أن نهمس بها في آذانكم. الوقت أدركنا وحلقتنا لهذا اليوم تصل إلى دقائقها الأخيرة. شكرا لكم، نلتقي بكم في همسة جديدة من برنامجكم همسات، في أمان الله.